مشاهدينا التعليم العالي، برحب بحضراتكم حلقه جديده من الجامعه المحطه، موجودين مع حضراتكم داخل كليه الهندسه جامعه عين شمس ومتابعه لمشروعات التخرج من داخل ورش الكليه. نعم متابعه هذه المشروعات ونعود مره روبوتكس او جريدي، فانا مهتمه بالحاجات دي اكتر حاجه وبالالكترونيات وكده، فانا حبيت ان القسم يبقى بيدمج ما بين ميكانيكا وكهرباء، فدي حاجه بسيطه جدا. اللي انت كان في ذهنك ده قبل ما دخلتي القسم؟ احنا بدانا يعني ممكن السنه دي اكتر، اللي هي من سنه تانيه هنبتدي بقى نشتغل على الحاجات دي اكتر. احنا يعني كل المواد اللي قبل كده كانت مواد تقديم عن الاقسام دي، بس دلوقتي بدانا بقى نشتغل في مشاريع حقيقيه من الترم اللي فات. الحقيقه بالنسبه لطريقه الدراسه صعبه ولا سهله الحقيقه، وبالذات الشغل العملي بالنسبه لك انت كبنت يعني في الكليه؟ هو مرمطه بالذات ان احنا لسه بدات تنسيق كده والناس جايه، يعني هي مرمطه وكل حاجه، بس انت لو حابه الموضوع لا الدنيا هتمشي، هتتعودي على المرمطه، النزول السطحيه عادي، الدنيا دي لطيفه. دلوقتي بالنسبه لك بنزل عادي. والله الحاجات اللي انت محتاجاها وبتدوري على حاجات بسمع لما في ورش وبتاع، فالموضوع بقى بالنسبه لي عادي، يعني في الاول شكل ده بيبقى صفات كده عادي. طب بالنسبه للمشروع ده يا اميره، الحقيقه احنا عرفنا انكم يعني طبعا خدتوا وقت كبير جدا عشان تبداوا تجهزوا ليه، والحمد لله يعني خدتوا جايزه مش كده؟ فقارينا كده بقى بالاعداد المشروع ده والتجهيز، ودورك انت كتسويق كان هيبقى ايه من الاول معاهم؟ والحقيقه انت مش في ثالثه ولا في رابعه، انت في ثانيه، وحبيتي اللي بتعملي ده برضه هنفهم منك ليه. اوكي، احنا كاي سيريس تيم، واحنا منظمه طلابيه بندخل في كذا مسابقه، منهم مسابقه جلوبال هايبرد اللي فيها العربيه دي، ومسابقه الار بي، والكتريك سايكو ماراثون وفوليو. اول مسابقه هي الجلوبال هايبرد الكتريك تشالنج اللي دخلنا بيها بالعربيه دي، كانت اول مره تقام في مصر، كانت السنه دي كانت في الغردقه، خدنا بيها المركز الاول. هي خدنا المركز الاول على الغردقه، يعني كل فرقه مصريه، وبعد كده كلها فرق طلاب هندسه من الجامعات المصريه حكوميه وخاصه، يعني هنجيلك في الحته الحكوميه الخاصه دي. اوكي. بس بعد كده خدنا المركز الاول في اول ثلاثه تاخيرهم اللي هم يطلعوا في ابو ظبي، وخدنا المركز الثالث هناك على مستوى الشرق الاوسط ان شاء الله. طب اميره الحقيقه ده يعني انجاز كبير جدا وانجاز ضخم، والحقيقه دوركم في التسويق بقى كان ايه؟ لان برضه كان في شغل تسويق اكيد. احنا دي تعتبر تاني سنه ان احنا نبتدي اصلا يبقى في يعني تيم للتسويق وكده، فاحنا في الاول ما كناش معروفين خالص، فلما بدانا نسوق للعربيات بتاعتنا وبدانا نطلع في التلفزيون مقالات وبتاع، فده بدا يشغلنا اكتر، بدا الناس تعرف ايه هم ايه سيريس تيم وبيعملوا ايه في هندسه عين شمس، فده ليه دور كبير في ان هم يجيبوا لنا سبونسرز. يبقى عندكم سبونسرز؟ بس لسه مش كتير، احنا لسه تاني سنه، فلسه ما عندناش فلوس كتير. بس يعني اشتغل معاكم بعض سبونسرز في الفترة دي؟ يعني وانس ان احنا بدأنا نجيب شوية سبونسرز، فهنعرف نزود حاجات في العربيات أكتر، فهنجيب مراكز أعلى، فكل ده بيتراكم على بعض. طيب الحقيقة يعني أنت كانت أميرة استفدتي خبرة تسويق يا أميرة، يعني حاسة إنك أنت الحقيقة من يوم ما دخلتي هندسة لحد النهاردة مع دخولك في الشغل ده، هو نشاط مالهوش درجات مالهوش أي حاجة، ايه اللي اختلف في اميره بقى كطالبه بعد ما دخلت حاجه زي كده؟ انا من ساعه ما دخلت الجامعه وانا ما اعرفش اي حاجه غير ان انا هاخد حاجات تكنيكال اللي هو هندسه ومواد ودرس وبتاع، بس بعد كده لما دخلت التصوير لا، في حاجات مختلفه ممكن اعرفها، في حاجات غير تقنيه ممكن استفاد منها في المشاريع، ممكن لما اعمل ستارت اب يبقى فيها ليها علاقه بالهندسه وليها علاقه بالتصوير، فلا انا اتعلمت كتير السنه اللي فاتت والسنه دي انا مكمله فيها. هي ربنا يفتح النور صدقك. انت رسمه لنفسك يا اميره الطموح ان شاء الله بعد ما تخلصي هندسه؟ لسه يعني هو لسه، بس انا يعني لما دخلنا في حوار السباقات وكده لا انا عجبني قوي الموضوع، وحاسه ان ممكن اكمل فيها في مسابقات بقى العالميه زي فورمولا 1 وبتاع، فدي هتبقى حاجه حلوه بصراحه ان شاء الله. ربنا يوفقك.
يعني يا سادة قوليلي، هل في فتحة بتديها للشابات اللي داخلين هندسة قسم ميكانيكا؟ ما تتخضوش ان هو اسم قسم ميكانيكا، يعني هو قسم زي اي قسم. انت بس تقولي حب الموضوع في الاول وهتلاقي الدنيا ماشية. الموضوع مش مرمطة للدرجة يعني، عادي. ربنا يوفقك يا امير وسادة بيكم جدا، الف مبروك العربية. ازيك يا كريستيان؟ ولسه معاكم مشاهدينا الكرام من داخل كليه الهندسه جامعه عين شمس، ويسعدنا ان يكون لنا هذا اللقاء مع دكتور محمد عبد الوهاب المدرس المساعد بالكليه. برحب بحضرتك معايا يا باشمهندس، سعاده قد جدا. طبعا بنهنيكم النهارده على العربيه الفايزه بالمركز الاول على مستوى الجمهوريه والمركز الثالث على مستوى دوله الامارات. الحقيقه نعرف من حضرتك كده، يعني طبعا في مجهود علمي كبير جدا اتبذل، بدا ازاي، خد وقت قد ايه، نفهم كده من حضرتك. العربيه الهايبريد المشاركه في المسابقه على مستوى الجمهوريه هي كانت أول مسابقة تعمل على في مصر بالنظام ده. السيارات أنا شغالة بالكهرباء بالبطاريات بس، بمجرد وجود جنريتور بيساعد على شحن البطاريات. والمسابقة كانت هدفها السير بأقصى مسافة معينة بدون البطاريات ما تخلص شحنها. باشمهندس محمد، بنسأل حضرتك بقى على مكونات العربية، يعني احنا شايفين قدامنا شكلها جميل جدا، بس نفهم بقى يعني. العربية بتتكون من أجزاء رئيسية، الشاسيه، البادي، الباور ترين اللي هو نظام الدخل العربية، والبطاريات، والجنريتور، ونظام الهاندلنج ستيرنج وبريكس فرامل. طيب الحقيقه يعني ده كله بايدين الطلبه، نفهم برضو كان في فرق عمل، كل حد بيشتغل على حاجه ولا كل طلبه بتشتغل في كله، نفهم برضو كم طالب تقريبا؟ احنا بنتكلم في حوالي 15 طالب المسابقه دي. المسابقه دي عشان هم بتعمل في مصر، فكره الشركه اللي منظمه المسابقه كانت بتهدف ان الناس كلها تبدا من نقطه واحده، ان هي هتديك اغلب اجزاء العربيه وانت تلعب في الاستراتيجي بتاعت سواقه العربيه بحيث ان انت تستهلك اقل ما يمكن في نفس المسافه. فاحنا بقى عدلنا شويه ان احنا ما استخدمناش مثلا الشاسيه اللي هم كانوا جايبينه، احنا عملنا صنعنا شاسيه بخامات مختلفه بحيث ان احنا نبقى اخف وزن من كل الناس اللي مشاركه معانا اللي هيستخدموا نفس الشاسيه اللي الشركه اديته لهم. بدانا نعمل استراتيجيه لسواقه العربيه بحيث ان احنا نجرب، بحيث ان احنا دايما نضمن ان احنا في المشي بتاعنا نستهلك اقل باور ممكنه في نفس المسافه اللي المسافه محددها. بدأنا نغير في ضغوط التايرز بحيث ان احنا برضه نقلل الفريكشن مع الارض ونسالك ضغوط قليله جدا. طيب الحمد لله انتوا راضيين طبعا يا دكتور، الحمد لله ان انتوا نفهم كده بالنسبه للوقت اللي خدتوه، كان وقت كبير، ممكن تعدل في سكتشات مثلا بتبقى على الورق وبعدين تنفذه على الارض الواقع لتنفيذ على طول؟ لا طبعا، احنا ككليه هندسه بنتعلم طبعا الطلبه، ما فيش حاجه اسمها انزل انفذ على طول، لازم في رسومات بتتعمل على برامج، في حسابات بتتعمل موديلنج سيموليشن ببرامج انفينتو، برامج ببرامج كاد موديل او ماثماتيكال موديلنج. لازم يشوف كل ده على الواقع على الكمبيوتر الاول ويتاكد انه هيشتغل، يتاكد ان المعدات دي هتشتغل، يتاكد ان الرسومات دي ينفع تتنفذ، ينفع تتصنع، وبعد كده يبتدي يعدل فيها، لان ده كله ما بيستهلكش فلوس وما بيستهلكش وقت على البرامج او على الورق. بعد كده يبتدي ينفذ ده على الواقع، وطبعا هيطلع الايرور او الاخطاء اقل ما يمكن، لانه الموضوع خلاص يعني كل حاجه شافها على الورق او الكمبيوتر، خلاص الموضوع كده بقى بالنسبه له سهل جدا يعني. طيب نفهم برضه من حضرتك بالنسبه للطالب اللي في مشروع التخرج بيتقيم ازاي، ودي نقطه مهمه لحضرتك مدرس مساعد، اكيد الطالب الحمد لله يعني انفذ مشروع زي ده طبعا متميز، لكن انتوا برضه ليكم معايير معينه، فاهمه كده من حضرتك يا باشمهندس؟ طبعا بس مبدئيا هو مش كل الطلبه اللي لازم تخش معانا يبقى مشروع تخرج، في احنا عندنا برضه سياسه في التيم انه مش لازم الطالب يبقى في رابعه، لان الطالب في رابعه ده عاده هيشتغل معايا السنه بتاعته اللي هي 8 شهور، وبعد كده هيتخرج هبتدي ابني جيل جديد للتيم يشتغل معايا. فبنعمل حاجه كويسه ان احنا بندخل طلبه صغيره في السن من اعدادي اولى وثانيه وثالثه، يبدا واحده واحده يكمل معايا ياخد خبرات سنه بعد سنه، سنه بعد سنه رابعه يبقى خلاص كده هو يقدر كمشروع تخرج، ياخده كمشروع تخرج ويقدر يساعد كمان زمايله اللي اصغر منه اللي هو هيعمل معاهم زي ما اتعامل معاه وهو صغير. ثانيا احنا لما نيجي نكلم الطالب احنا اولا بنهتم بشويه حاجات اساسيه، اول حاجه الاخلاق. اول حاجه الاخلاق دي مهمه جدا، ما فيش عمل جماعي بيتم لما الناس كلها تبقى اخلاقها عاليه جدا. الالتزام، انه عاوز يتعلم مش مجرد انه دخل مشروع وهيسافر او لا، هو داخل يتعلم
طبعا انه راجل يبقى مصمم، مش مجرد زي ما بتعلمه في الكليات ان هو بيخش الامتحان بيحط كلمتين في الورقه خلاص. لا، ده واحد داخل هيصمم عربيه، هيصمم طبعا مش يطلع واحد هيصمم العربيه كلها، ده هو هيصمم جزء من العربيه، بس لازم يبقى عارف ان الجزء ده مهم جدا، يعني هو لو وقع فيه العربيه كلها هيبقى فيها مشكله. فدي حاجه من الحاجات المهمه، انه لازم يعرف ان هو ترس في مكنه، مش مجرد شغال لوحده او في البيت او لهم ينجحوا مع بعض. لا قدر الله لو حصل اي فشل، الفشل هيبقى برضه عليهم كلهم. سعداء بك يا باشمهندس، والف مبروك المركز مره ثانيه، وكل سنه توجهها للشباب بقى اللي معاكم في كليه هندسه قسم السيارات. والله مشروع او غير مشروع، الناس لازم تجتهد، تتقن ده في اعمالها، تشوف شغلها كويس، تحدد اهدافها، وتشوف تحط الاهداف ليها ولبلدها وهي عايزه تروح فين بعد كده ان شاء الله. ولسه معاكم مشاهدينا الكرام من داخل كليه الهندسه جامعه عين شمس وسعاد مقاولين، كل انا هذا اللقاء برحب بيك معاهم. تعرف بيك؟ احمد اشرف. لسه مكان هنا؟ رابعه ميكاترونكس. طيب اول حاجه دايما بنسالها طلبه هندسه ميكاترونكس، انت ليه دخلت القسم ده؟ انا حابب الميكانيكا وحابب الالكترونكس برضه الكهرباء، فقسم ميكاترونكس بيشتغل على الحاجات المشتركه ما بينهم، فانا حبيت القسم ده عشان كده دخلت. الحقيقه الشغل في القسم برضو يعني دايما بيتقال ان هو يعني من طبعا هندسه كلها صعبه، بس من الاقسام الصعبه، لانه يعني زي ما انت كده اتكلمت في حاجتين، في الكترونيات وفي ميكانيكا، ففعلا انت حسيت بده ولا لا؟ هو يعني صعب، بس لما بتذاكر بتلاقي برضو كل حاجه، اي حاجه بتتعب فيها برضو بنلاقي، فالواحد بيحاول فيها وربنا يوفقك. انتوا مشروعكم الغواصه يا باشمهندس، قبل ما نتكلم عن الغواصه الحقيقه بشكل عام، انت شاركت في اي مشروعات قبل كده؟ يعني عرفنا ان عندكم سيستم في التيم انكم ممكن طلبه من اولى وثانيه وثالثه تشارك معاكم قبل ما توصل لمشروع التخرج، انت عملت ده ولا شاركت بس في رابعه؟ انا شاركت في ثالثه، يعني انا كنت شاركت في ثالثه وسنه رابعه ان شاء الله نكمل في المشروع. غواصه برضه ولا عربيه؟ سنه ثالثه كان غواصه، كان هي ده. حبيت موضوع الغواصه بشكل كبير. الحقيقه ايه اللي ممكن تكون تغيب بيه من ثالثه والحمد لله وصلت رابعه، حسيت ان هو بقى يعني اداك خلاص خبره علميه وعمليه كويسه؟ هو اكيد في فرق كبير بين الماده العلميه اللي بناخدها وسوق العمل، يعني انا ممكن اعمل شغلي على حاجه ما الاقيهاش اصلا في سوق العمل خالص، ولا اقدر اصنعها او اصنعها غالبا. فموضوع ان يبقى عندي بروجكت بحاول اصنعه، دي بتعلمني ازاي اعمل برودكت او اعمل حاجه تقدر انزل بيها سوق، اقدر تبقى الكوست بتاعها قليل عشان اقدر انزل بيها واستعملها فعلا. يعني يبقى حاجة منطقية تنزل السوق ويبقى حاجة حد يشتريها. فدي بتعلم الموضوع ده بعيدا، يعني الهندسة جزء حاجة والسوق العمل حاجة تانية. طيب الغواصة نفهم منها كده فاكرها كان عامل ازاي؟ الميشنز اللي بتقدمها ايه؟ هل الغواصة الثالثة اختلفت معاك عن غواصة رابعة زودت في المهام بتاعتها ولا لا؟ تمام. هو هنا الديب ار او بي ده اختصار اسمها العلمي ار او بي اللي هو ريموتلي اوبريتد اندر ووتر فيكل، هي بتبقى زي غواصه تحت المايه، تنزل تعمل مهام تحت المايه، الحاجات الانسان ما يقدرش يوصل لها، اماكن ضيقه، في شعاب مرجانيه سامه فالانسان ما بيقدرش يوصل لها، فبتنزل الاروبي بتوصل الاماكن دي، بتاخد عينات من تحت المايه، بتعمل بتصور حاجات. برضه خطوط البترول فيها مرجانيات كبيره، بس مش كده بحجم ده، بتبقى كبيره طبعا، بتنزل بتلحم خطوط البترول لو في تسريب لو فيها اي حاجه. وبتنزل برضه تستخدم في ماده خطوط النت، هي بتحفر مجال عشان ينزل النت، محتاجينها والله. وبرضه في التنقيب عن لو لا قدر الله حصل حادثه، فدي برضه بتنزل يعني في حاجه مشهوره قوي في تايتانيك لما نزلوا بالارو دي واستكشفوها تحت عشان ما كانش حد بيقدر يوصل اماكن ضيقه دي. طيب باشمهندس الحقيقه نفهم منك برضه طبقت الغواصه دي في اي حاجه استخدمتها في اي حاجه؟ الحقيقه احنا بنشارك في مسابقه اسمها ارو دي نت كومبيتيشن، هي برعايه ناسا بتنظمها، هي مسابقة انترناشونال بيدخلها أي في تراك ليها للطلبات الجامعات، طلاب الجامعات، وتراك للثانوي، وتراك أعلى من كده كمان. إحنا بنشارك في التراك بتاع الجامعات اللي هو يعتبر أصعب واحد فيهم. الحقيقة جربنا الأرو في، نزلنا بيها حمام سباحة بس هو بيسين، بس ما كانش عمقه كبير يعني. كان في خطة إن إحنا ننزل بيها خارج السويس وكده، بس ما توفقناش ليها. بالنسبة للناشونز اللي كنتوا عايزين منها في حمام السباحة عملتوه؟ يعني عمق بداية يعني. هي عملت بعض الميشنز تحت المايه، بس محدش في المسابقه كلها خلصها اصلا، بس عملنا ميشنز وكده.
طب ده كويس يعني، ان شاء الله يعني نتمنى ان انتوا تشتغلوا اكتر يعني. انت راضي عن اللي انت بتعمله كمان لما يعني الحياه الاحتكاك ده قبل من النزول للسوق وانك تودي تدور على موضه فين تروح ويا السبتيه تروح التوفيقيه، الاحتكاك بتاع مشروع التخرج بتاع المهندسين صعب جدا، كان كويس بالنسبه لك؟ هي تجربه حلوه وبتعلم كتير يعني، الواحد دلوقتي لو عايز يعمل حاجه عارف هيروح فين على طول، فبيسهل له اي حاجه في حياته بصفه عامه، مش مهندسه على طول، بتريح الانسان بصفه عامه، تفكيره بيبقى احسن، بيبقى عارف ايه بيعرف منه منين. طيب انت رسم مستقبلك ان شاء الله يا باشمهندس ولا لسه يعني مش عارف عمل. انت خلاص ايه تتخرج ان شاء الله، ناوي على ايه؟ ان شاء الله فاضل لي سنه اتخرج السنه الجايه، ناوي اشتغل في مجال من المجالات اللي هي ميكاترونكس بتوفره، احبه اكتر اللي هو مجال السيستمز والامبيد سيستمز والميكاترونكس بتاع اللي هو الروبوتكس يعني. معاكم مشاهدين كرام وبنتابع لقاءات من داخل كليه الهندسه جامعه عين شمس. حبيت معانا تعرفيك يا باشمهندس. انا اسمي محمود سامي، طالب سنه ثالثه مانيفاكتشرنج، كنت مشارك في مسابقه فورما سينك، ثاني سنه ليا في الكليه. اهلا بك يا باشمهندس. طيب الحقيقه اول سؤال دايما بيساله الناس القسم العلمي، اختارك القسم ده بالذات، انت اخترت القسم ده يعني كنت حابه يعني ايه طب طبعا الدراسه فيه بقى؟ هو انا كنت حابب القسم، انا كنت حابب مجال الديزاين، مجال التصميم ومجال التصميم، وكانت جزء تاني الفورمولا كان يعني ليه حافز كويس ان اطبق كل اللي انا بدرسه في الكليه. طيب انت حاسس الحمد لله الماده العلميه اللي انت خدتها كانت مفيده، وطبعا بعد كده المشاركه في الفيرمي او في النشاطات اللي زي كده؟ طبعا بالتاكيد كانت مفيده، وبدليل ان انا قدرت اطبق حاجه زي كده في مسابقه عالميه، مسابقه اكبر يعني مسابقه هندسه على مستوى العالم. المسابقه الحمد لله فازين على المركز ال 63 من 120 في انجلترا، هنفهم منك بقى طبيعه المسابقه ايه وكانت مشاركتكم عامله ازاي، وهل الحمد لله يعني المركز طبعا يعني بالنسبه لنا احنا الحقيقه مركز مشرف جدا بالنسبه لكم انتوا برضه كنا بيمثلكم. بالظبط، هي مسابقه فورمولا سينت عموما هي بتتقسم لحاجتين، حاجه اسمها كلاس 1 وحاجه اسمها كلاس 2. كلاس 2 دي بتبقى مسابقه تصميم فقط، انا بروح بالعربيه على الورق، لكن كلاس 1 دي انا بصمم عربيه وبصنعها وبروح اسابق بيها هناك على التراك. احنا شاركنا من 2011 كنا عاملين عربيه بس للاسف ما سافرتش عشان احداث الثوره وكده، فاحنا بدانا نشارك في 2012 كلاس 2. كلاس 2 دي بتشارك فيها 22 جامعه، احنا رحنا كلاس 2 دي تصميم بس، جبنا المركز ال 11 من 22 جامعه. بعد كده 2013 رحنا كلاس 1 صممنا وصنعنا عربيه ورحنا هناك بالعربيه نفسها وخدنا المركز ال 72 من 100 جامعه. السنة اللي بعديها في 2014 رحنا برضه كلاس 1 بعربية وخدنا المركز ال 67 من ضمن 100 تيم برضه 100 فريق على مستوى العالم. المسابقة دي أنا بروحها في إنجلترا. السنة اللي بعديها 2015 رحنا كلاس 2 تاني بس خدنا مركز رابع من ضمن 24 فريق. السنة دي بقى اللي هي 2016 احنا رحنا كلاس 1 وكلاس 2. رحنا كلاس 2 بعربية إلكتريك مش إنجن، رحنا بعربية إلكتريك. كان المركز الرابع برضه من ضمن 25 فريق. اما كلاس 1 احنا كنا 63 اوفر رول في المسابقه من ضمن 120 فريق، وخدنا في كان في مسابقات هناك جوه كلاس 1 زي البيزنس برزنتيشن كنا واخدين فيها المركز الاول في كلاس 2 وخدنا المركز الثاني في كلاس 1 على مستوى العالم، وكان في مسابقه زي الكوست او التكلفه بتاعت العربيه كنا واخدين فيها الثالث على مستوى العالم. فاحنا كان السنه دي اول سنه نطلع على الستيج فورمولا ستيدنت وناخد جايزه زي جايزه البيزنس، والحمد لله كان في تقدم في المراكز وقدرنا ناخد ال 63 اتقدمنا عن السنين اللي فاتت، وكنا اول فريق عربي على مستوى الجامعه عدت العربيه اللي مشاركه في المسابقه. الحقيقه برضو اللي نفهمه منك كده انك احتكيت بمسابقات عالميه الحمد لله حصلت فيها على مراكز كويسه جدا، عرفت الشروط عرفت المعايير والحمد لله بما انكم حققتوا يبقى اكيد عملتوا الشروط طبعا كلها بشكل جيد جدا. انت حظ انك كطالب اتخرجت من هندسه عين شمس بالشغل ده العمل والمشاركات في المسابقات العالميه افضل كتير حقيقه من طالب ما احتكش بالشكل ده بالمسابقات العالميه بالشغل ده؟ هو طبعا الفكره في التطبيق يعني مجرد ان انا بدرس بس وبقدر احقق تقديرات كويسه ده مش كافي، هو لازم طبعا اطبق ابلاي كل اللي انا بدرسه في الكليه، لازم اطبق كل الكلام ده، وطبعا فادت كتير يعني الفكره بالذات كمان لو الواحد سافر مسابقات بره او حاجه زي كده دي بتفيد ان الواحد بيعرف الفرق بينه وبين بره.
احنا دايما بنسمع من بره عاملين ازاي والكلام ده كله، فتفتكر انك بتشوف الكلام ده على الواقع وبتقدر تستفيد منه وتقدر تابلاي الكلام ده وتطور كل سنه انك تصنع حاجه. فدي كانت حاجه كويسه جدا، ربط بين الدراسه والجانب العمل، ما ينفعش ده بس او ده بس. طيب انت سنه ثالثه دلوقتي مش كده؟ وان شاء الله السنه الجايه عندكم طبعا اكيد مشروع تخرج، حاسس ان الحمد لله تدخل على مشروع التخرج وانت مستواك العلمي مختلف والعملي كمان. بالظبط، لان يعني الفكره ان انا يعني شفت مشاريع قبل كده، اي حد حتى الناس اللي شاركت في التيم فهي شافت المشاريع ده وهي صغيره، فلما تخش على مشروع تخرج ما بيبقاش فيه الرهبه اللي موجوده، بيبقى فيه خبره اكتر اتاخدت، فبيبقى الموضوع مش صعب زي العادي. ربنا يوفقك ان شاء الله وسعداء بيكم بالمركز اللي حصلتوا عليه وربنا يوفقك. عايز تدي رساله لزمايلك بقى اللي لسه داخلين ان شاء الله معاكم على مشروع التخرج السنه الجايه، مهم يعملوا ايه دلوقتي؟ مهم يكونوا برضه بيقروا المسابقات وحابين يشتركوا فيها، الشروط عامله ازاي وكده، يبداوا يفكروا كده ممكن يعملوا ايه؟ هو الفكره لاي حد ان المفروض ما يركزش على الجانب النظري بس، لازم اي حد يخش في اي حاجه، مش لازم طبعا مسابقات عربيات بس، اي حاجه فيها اطلال الانجينيرنج اللي هو بيدرسه، مش مجرد ان هو يدرس فقط، لازم يجرب ويشوف الكلام ده على الحقيقه وعلى الواقع عشان ما تحصلش صدمه لما يتخرج من الكليه. ربنا يوفقك ان شاء الله وبنهنيك مره. شكرا. لسه معاكم مشاهدينا الكرام وبنتابع لقاءاتنا من داخل كليه الهندسه جامعه عين شمس. برحب بيك معانا، تعرف بيك مهندس معاذ ثاني عبد الرحمن، تيم ممبر فيلم ستودنت، وكنت تيم ليدر للكوسنس ستابيلتي ايفنت في التيم. شمس معاذ، اول حاجه دايما بنسالها لطلبه الهندسه الحقيقه وسالناها زمايلك وبنسالك فكره كليه الهندسه والتخصص ده او القسم ده بالذات، مش اي قسم تاني. مينلي عشان انا بحبه، يعني انا بحب العربيات جدا، يعني بدأ معاك من زمان يا باشمهندس معايا، تحس انك طالب الهندسه سيارات بيبقى كده بيحب العربيات، بيتفرج عليها، بيتفرج على فيلم من قبل ما يدخل الجامعه. هو انا مش سيارات، هو انا انتاج، بس انا بعشق السيارات وربطت الانتاج بالسيارات في الجزء يعني الجزء اللي انا مختص بيه التصميم والتصنيع، فانا طبقت ده في السيارات. الانتاج بيبقى في كل اي مكان، يعني اي منتج عامه، فانا طبقت ده في السيارات عشان انا بحبها جدا. الحقيقه انتوا الحمد لله النهارده حاطين على المركز ده 60 من 120، اولا طبعا ده مركز بنهنيكم عليه ومركز يعني متميز جدا. نفهم منكم فريق عمل اشتغلتوا ازاي مع بعض، جمعتوا بعض ازاي، من اقسام علميه مختلفه بتساعدوا بعض ازاي، التصميم خد منكم وقت قد ايه، يعني الكواليس ورا العربيه دي كلها. هو مين عشان نوصل للنتيجه دي لازم يبقى في مانجمنت بلان، فالمانجمنت بلان دي بتحدد فيزز كتيره، منها السلكشن ريكروتمنت بتاع الناس، يبقى في التيم الاتش ار بيختار الناس على كرايتيريا معينه وبناء عليها بيتم تعيين الناس دي في التيم. دي الطريقه اللي جابت الديبارتمنتس المختلفه من كل الاقسام، ان الناس بنعرض الجوب ديسكريبشنز والناس بتقدم. ده بالنسبه للجزء بتاع الناس جت ازاي. بعد كده عملنا مانجمنت بلان، قسمنا السنه لفيزز. الفيزز الاولانيه كان زي ليرنينج فيز، الناس تكتسب فيها العلم من تعليمه. بعد كده ديزاين فيز، الديزاين فيز اللي هي مرحله التصميم خدت تقريبا حوالي 3 شهور. بعد كده مرحله التصنيع والمسابقه بعد كده. طيب التصنيع بيتصنع على الكمبيوتر، بتغيره كده برضه نفهم منك خد وقت قد ايه؟ ما هو التصنيع على الكمبيوتر والكلام ده في مرحله التصميم كله، ده زي ما قلت لحضرتك من 3 لـ4 شهور. التصنيع لا، هي بتبقى خلاص الحاجه جهزت، تبقى لها الرسومات تنزل تتصنع على طول. طيب المعاهد التصنيع برضه اكيد ليها ذكريات كتير جدا معاك، والنزول السبتيه اكيد والتفقيه والحاجات، فهمنا كده الكواليس برضه ورا التصنيع. هو التصنيع ما كانش مشكله انه يبقى في مكان واحد والناس مش شغاله تحت ايدينا، فتروح المكان لا ده هيتاخر، فتضطر تشوف مكان بديل، واللف طبعا يعني الناس كانت بتنزل من الصبح تلف على رجليها لغايه اخر النهار، بس في الاخر اتعلمنا الحمد لله. طيب قبل ما تسفروا العربيه كان في طبعا تجريب، اللحظه اللي مشيت في العربيه باشمهندس معانا فاكرها؟ كانت اصعب لحظه في حياتنا يعني. كانت هنا في الكليه ولا في الكليه؟ كانت هنا في الكليه. اذكر الشخص بجد انكم حققتوا حاجه طبعا الحمد لله. صنعتيه وشغال. عملتوا اللحظه دي ولا ما صورتهاش؟
هشوفها اكيد معاك. طيب السفر بقى، وان كنت تقرا عن المسابقه والشروط والمعايير، طبعا زمان كنت قريت شرط لكن انتوا كمان يعني اكيد قريتوا تاني وشفتوا الحاجات برضه، والسفر كان ازاي بقى، وهل في زمايلكم سافروا؟ احنا 60 60 يسافر منهم تقريبا نص، 30 واحد سافروا. بس ده بيدعم يا معز ولا في جزء الكليه شاركت بيه والباقي احنا خلصت كفاجئ. كنت من الناس اللي سافرت؟ طب ده مهم جدا بقى، انت لما سافرت الحقيقه وعربيتك يعني مشيت في الكليه هنا، وحاسس الحمد لله ممكن تعمل حاجه، الاحتكاك بقى بالدول الثانيه وبالطلاب في الجامعات الثانيه من دول العالم، كانت لحظه يعني. لا طبعا يعني الواحد ده فتح مجارب كتير، يعني هو كان هنا بيشوف تصميم معين، هناك شاف عقول تانية كتير، فده فتح له مجارب كتير يعني يشتغل فيها، غير طبعا ثقافة التعامل مع الناس دي كالتشرز مختلفة. سفرية زي دي مش بس مجرد المركز والمسابقة، لكن الاحتكاك مع زمايلك ومع الأفكار وعقول التعامل. طبعا هي يعني مش أول سنة ليها، كنت السنة اللي فاتت برضه وسافرت العام. اجي سهل ان انا كنت برضه درايفر الحمد لله، ففكر ان السعر ففكر ان سوق عربيه زي دي على تراك سيلفر ستون، فده يعني الرولز نفسها وكده كان حاجه جديده. لازم تقراها كويس برضه. طبعا. معاذ الحقيقه انت فتحت حته هنا مهمه جدا، فكره الاحتكاك ما بين الطلاب وبعضهم والجامعات ومع بعض. الحقيقه بقى في مصر هنتكلم احنا هنا في كليه الهندسه جامعه عين شمس جامعه حكوميه، واكيد مش عارف كان في مشاركات من الهندسه جامعات خاصه ولا لا بالنسبه للمسابقه. انتم محققين زيهم على اقل فكره الحقيقه الدعم العلمي والدعم المادي. الدعم العلمي الحقيقه موجود يمكن في الخاصه وفي الحكوميه، لكن الدعم المادي اكيد بطبع اقل شويه. الفكره بقى لما رحت هناك وشفت الاحتكاك ما بينكم وما بين طلاب الجامعات الخاصه محترمه كامل ليهم يعني. هو الحمد لله يعني احنا كلنا يعني من بلد واحده، هدفنا ان اي حد يفوز مش نرجع. فتعليق على جزئيه احنا فين منهم، والحمد لله عين شمس هي الاول على مستوى مصر الحمد لله. كتير انك تقول بس على الاقل. فبس بيننا وبين الجامعات الثانيه كلنا بنشارك بعض، كلنا بنساعد بعض، مفيش اي حاجه. فلو حاجه ناقصه من عندنا هم بيديها لنا، لو حاجه الدعم المادي هنا ما وقفش عقبه قدامك، ان هناك انت حسيت اكيد ان في دعم مادي اكبر ممكن، لكن ما وقفش والحمد لله نحقق، وزي ما انت بتقول عين شمس المركز الاول على مستوى الجمهوريه الحمد لله. في دايما نوعي صعباء بيكو وصعباء بتجربة بتاعيكو، ألف مبروك انكم شرفتوا مثلا بجد بالنموذج ده. رسالة بس تحب توجهها لشباب هندسة سيارات وإنتاج في هندسة عين شمس أو هندسات بشكل عام لو حابين يشاركوا في معايا المسابقة؟ يعني أول حاجة امشي ورا اللي أنت بتحبه وخليك وراه وسر عن اكتساب العلم فيه، وإن شاء الله هتوصل في الآخر. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وبنتابع لقاءاتنا من داخل كليه الهندسه جامعه عين شمس. مرحبا بكم معانا رب. دعاء سيف تانيه ميكانيكا. دعاء انت بالبزنس تيم الخاص بعربيه الفورمولا مش كده؟ بالظبط. اللي فهمناه انكم كطلبه في سنه تانيه بيبقى ليكم ادوار يعني معاونه للفريق اللي بيشارك في العربيه. انت دورك في البزنس، عايزين اعرف اولا ايه اللي شجعك كدعاء اصلا انك تيجي في القسم ده، وايه اللي حببك انك تعملي انترفيوهات وتشتغلي على نفسك وانت عندك طبعا دراسه صعبه جدا في الوقت. بالظبط، عشان هو دايما معظم المهندسين اللي موجودين بيهتموا اكتر بالحاجات الدراسه والشغل وكده، بيطلعوا لما لازم اي شركه بيعملوا انترفيو بيستقبلوهم وكل الحاجات الباقيه هم بيعلموها لهم في الشغل، لكن ما بيبقاهمش عندهم السكيل اللي تقدر تبين لمدير الشغل ان هم يستحقوا. فكل ده بنتعلمه هنا في الريسنج تيم، سواء بقى انت ازاي بتخشي انترفيو كانك داخله شركه، كل ده فده بيأهلك ازاي تتعاملي مع السوق بره كويس. انت بدأتي بدري بقى من سنه ثانيه، لسه قدامك الحمد لله يعني اكتر من سنه، يعني ثلاث سنين كمان، فده الحقيقه يخلي ان خبراتك الحمد لله ممكن تزيد اكتر لما تبدأي بدري شويه. بالظبط، هو دايما الواحد مش بيقف عن التعليم ابدا، فلما تبدأي بدري وتفضلي تتعلمي احسن ما اتعلم قبل ما اتخرج بسنه، يبقى انا متعلمه عشان هدف معين عشان الحق الانترفيو بتاعت الشغل، وبعد كده كله يتنسي وملهوش لازمه.
طيب بالنسبه للبيزنس بقى عملت دوركم ايه؟ يعني احنا معروف طبعا كان في المسابقه بتاعت الفورميلا اللي هي بتتعمل كل سنه في لندن، هي مقسومه تو كلاسز، كلاس 1 وكلاس 2. كلاس 1 ده اللي هي العربيه بمحرك بيصنعوها فعلا، والكلاس 2 بيتكلم عن عربيه كهرباء كتصميم بس على الكمبيوتر لكن مش بتتنفذ. فالتو كلاسز دول ليهم بيزنس تيم، ان هو انت مش عملتي عربيه ومحدش هيسمع عنها في الاخر، اوكي حلوه بس فين التسويق؟ كله بيبقى تسويق بس. فاحنا كبيزنس تيم كنا 10 بنشتغل على العربيتين، البيزنس بتاعهم بنختار ايه اكتر مكان ممكن الناس بتهتم بسواقه العربيات الفورمولا كده، بنعمل دراسه شغل ودراسه جدوى بالظبط، وبنعمل بيزنس بلان كامله اكننا شركه ازاي هتشتغل مع العربيه وتتعامل مع الناس. بيزنس بقى ده مش هندسه يعني، ما فيش علاقه بالبيزنس. قريتي فيها عشان تقدري تفهمي قوي؟ قرينا بيزنس، اخدنا سيشنز مع شركات بره، يعني احنا كنا بنطلع نحكي لهم احنا كستودنت، ففي شركات قبلت وادونا سيشنز فعلا واشتغلنا مع نفسنا، الدكتور طبعا كانوا بيساعدونا. خارجي اكيد بخبره مختلفه ده من سنه ثانيه ثانيه جدا طبعا، غير الناس اللي اتعرفت عليها هنا، غير الاكسبيرينس نفسها انك بتشتغلي حاجه غير الهندسه، بس الاثنين ما ينفعوش من غير بعض، يعني ما ينفعش بيزنس لوحده ولا هندسه لوحدها. طيب الحقيقه انت حابه انك تكملي في موضوع الفورمولا السنه الجايه بقى عشان ان شاء الله تبداي تحتفي كمان اكتر؟ بالظبط، انا فعلا قدمت السنه دي في نفس التيم بس حبيت اخد اكسبيرينس مختلفه، فسبت البيزنس هدخل في تكنيكال بقى، في التكنيكال ان شاء الله. مخاطره جدا. طيب الحقيقه ده موضوع بنات وهندسه وكده وموضوع داخله بقى في الميكانيكا، الحقيقه ده يعني هيبقى ازاي بالنسبه لك انت؟ الحقيقه حسن ولا في كلية عندكم هنا الموضوع عادي بالنسبه لنا، احنا طبعا بره مش هنبقى فاهمين، لكن بالنسبه لكم يعني احنا فعلا هنا بنشتغل مع بعض عادي جدا، بنشتغل نحط ايدينا في العربيه عادي جدا، بس ده ما يمنعش برضه ان لما بنطلع لسوق الشغل بره، يعني لما اروح لنجار حتى النجار اللي هو المفروض هو هيستفاد مني ورا شغل، ليه بيقول لي انت اللي دخلك ميكانيكا؟ انت طب بصي انا هعمل لك الشغل انت روحي. بالظبط. فهم كلهم بالظبط، هما كلهم طب خشي عمارة وارسمي وبتاع، فهي الفكرة من كل واحد وطموحاته. يعني أنا مثلا بحب العربيات فنفسي أشتغل في العربيات. غريبة جدا بتحب الميكانيكا في العربيات كمان، ربنا يوفقك بجد وحاسين بطموحك جدا وإن شاء الله تحققوا اللي أنتوا عايزينه. رسالة تحب تديها للشابات زمايلك في الهندسة والشباب برضو اللي ممكن ياخدوا خبرة البيزنس مع المادة العلمية الهندسية؟ يعني بالظبط، يعني أنت لو بالنسبة للشباب فانتي ما تهتميش اللي انتي حباه، خشي سواء حابه عماره ادخليها، حابه ميكانيكا ادخليها برضو، بس وطبعا لازم يهتموا بجزء البيزنس علشان انت اوكي هتبقى كل شغلك في الدراسه وبتجيب درجات عاليه الحمد لله وامتياز، بس انت لما تطلع لسوق العمل بره هتلاقي ان الموضوع مختلف، لازم يبقى عندك سكيلز للبيزنس وده هتسوق كل قدراتك والمنتج بتاعك، فلازم يهتموا بالموضوع. مشكور جدا يا كل توفيق. شكرا. وشاهدنا ان يكون لنا هذا اللقاء مع المهندس محمد عبد الشكور المعيد بكليه الهندسه جامعه عين شمس. مرحبا بك يا باشمهندس، سعداء بك. النهارده يمكن موجودين معاكم بنتابع بعض نشاط التخرج وبعض العربيات اللي دخلت في المسابقات العالميه، نعرف بقى المسابقه اللي حضرتك المسؤول عنها يا باشمهندس. هي مسابقه اسمها شيلي اكو ماراثون بتتعمل في اسيا بقى لها اكثر من 15 سنه. السنه اللي فاتت كانت اتعملت في الفلبين، ثلاث سنين ورا بعض اتعملت في الفلبين، والسنه اللي اتعملت في سنغافوره بنشترك فيها بقالنا سنتين. هو التشالنج ان احنا نعمل العربيه تمشي اقصى مسافه ممكنه بلتر بنزين واحد بس. في عربيه بتعمل ريكوردز مثلا لغايه 5000 كيلو متر، يعني من هنا بلتر بنزين واحد. شكرا يا حبيبي، كبيره جدا ان شاء الله. احنا لسه يعني اعتبر ثالث مره نشترك وما عنديش خبره قوي، فبنتارجت من 700 ل 800. الارقام اللي هي الكبيره قوي دي بتبقى في اوروبا. ما شاء الله، يعني 700 ده رقم برضو يعني جدا، يعني احنا مثلا بلتر بنزين واحد بس.
ان شاء الله يعني قدها وجودي باشمهندس، لكن الحقيقه اكيد بتعملوا حاجات معينه وبتشتغلوا على نفسكم، بتشتغلوا على ماده علميه بتجمعوها، بتشتغلوا على يعني حاجات تقنيه وشويه ادوات كده عشان تقدروا تعملوا ده. بتعملوا ايه دلوقتي يا باشمهندس؟ الفريق معاك بتعملوا ايه؟ هو اكيد طبعا يعني اي عربيه عشان تحقق رقم زي ده محتاجه تصاميم معينه، ف بنحاول نخفف وزن العربيه على قد ما نقدر ونخلي شكلها انسيابي بحيث مقاومه الهواء عليها تبقى اقل ما يمكن. بنستخدم موتور استهلاك البنزين بتاعه اقل حاجه ممكنه، بنحاول نزود التكنولوجيا بتاعت حقن البنزين في الموتور بحيث نقلل استهلاك البنزين ده. نستعمل مثلا حاجه في الكاوتش مثلا بحيث الكاوتش ده نقلل مقاومه ان هو ينشا على الارض. كل ده وفي الاخر بدرب السواق على ان هو ازاي يسوق العربيه دي، لان جزء كبير قوي من استهلاك البنزين يعتمد على الاستراتيجيه بتاعت السواق نفسه. طيب يا باشمهندس، ده قريت مدى علميه كتير جدا، اعتقد ممكن تكون مختلفه عن الماده اللي خدتها في الكليه. اكيد طبعا، اي مشروع بصفه عامه، مشاريع التخرج بصفه عامه بتخلي الطالب ان هو بدل ما هو محصور في المواد العلميه اللي بياخدها فهو بيبتدي يبص على حاجات بره اكتر من ان هو موجود فيها او بيدرسها في الكليه. هو عشان يعمل حاجه زي كده محتاج يدور عالم على النت، يدور على مراجع، يجرب برامج جديده، مش مجرد الحاجات اللي بيدرسها في الكليه، محتاج يدور اكتر من كده بكتير. ربنا يوفقك يا باشمهندس، وبجد نتمنى ان شاء الله انكم توصلوا للي انتوا عايزينه، احتفل معاكم هنا برضه في الكليه باذن الله. طب بشكل عام انت بتقيم مشروع، اي مشروع يا باشمهندس كمعيد هنا مع زمايلك اعضاء التدريس، يعني بتبقى عندك معايير معينه برضه الشباب بيبقوا عارفينها كده وهم بيعملوا المشروع؟ هم اكيد عارفينها كويس بس برضه يعني نعرفها من المعيد في الكليه. اكيد طبعا، هو اي مشروع يعني هو بيبقى في الاخر تصميم وتنفيذ. احنا بنساعد مع الطلبه في التصميم، في مرحله التصميم نقول له اعمل كذا وامشي في الفكره الفلانيه وجرب دي واعمل دي، وفي الاخر خالص النتيجه النهائيه بتبقى التجربه. هو قال مثلا عمل برنامج على الكمبيوتر، قال لي النتيجه هتطلع النتيجه الفلانيه. طيب الحقيقه بقى فيها ايه؟ لازم يصنع العربيه ويجربها ورقمه اللي طلع لو مطابق للي هو عمله، يبقى احنا كده اكيد ضامنين اللي هو عمله ده كان صح ويقدر يستمر عليه ويكمل عليه. لو ما كانش مطابق يبقى احنا نكمل. يعني ربنا يوفقك يا باشمهندس، سعداء بيكوا وسعداء بتجارب كليه هندسه جامعه عين شمس، بجد حقيقي مراكز ممتازه عالميا، نتمنى كمان للعربيه دي المستوى ده. في رساله حابه توجهها لشباب هندسه جامعه عين شمس؟ انا انصحهم ان هم بشكل عام يشتغلوا في المشاريع اللي بيحتاجوا يبعدوا بيها عن مواد الكليه، دي اللي بتديهم خبره اكتر ان هم يقربوا اكتر من سوق العمل. انا عامل مواد الكليه مهمه جدا وبتفيد، بس المشاريع اللي بره الكليه او بره اطار المواد بتفيد اكتر بكتير جدا وتقربهم للسوق يعني. ان شاء الله وسعداء جدا. شكرا. معاكم مشاهدينا الكرام وبنتابع لقاءاتنا من داخل كليه الهندسه جامعه عين شمس. برحب بحضرتك معانا في عربي. انا عم اسمع احمد حسين خليفه، راح ميكاترونكس هندسه عين شمس. طيب اول حاجه دايما بنسال عليها ميكاترونكس، برضه القسم صعب ولا سهل؟ ويعني الحقيقه بيجمع اكتر من تخصصين مع بعض. هو في الحقيقه من المفروض المفروض مينستريم لما تدرس سنتين ميكانيكا، بعد كده تدخل تتخصص تكنيكال بعد كده رابع ميكاترونكس. ميكاترونكس عامة المفروض بيها قسم بيجمع من كذا قسم، كمبيوتر Thank you.
باشمهندس محمد عبد الشكور مهم قوي انك تخطي في تتوجه تخطي في الاداره العربي خد منكم الوقت ده وكتير ما تعبنا بقى يا باشمهندس شكرا لك مشاهدينا الكرام بشكر هندسة العين شمس ومتابعة النشرات التخرج الموجودة بالكلية وحصول العديد من النشرات على بعض المراكز العلمية. بشكركم على معكم.